السلام عليكم، جاك اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم هو سعر نينتندو سويتش اولاد في 19 ويدر. قبل ما نشوفو السعر تاعو ما تنساوش اشتركوا في القناة، دونك المشتركين ديرو جيم فيديو الانستغرام تلقى في الوصف الحمد لله ابوني. ونبدأ بالمواصفات تاعو والفرق بينه وبين سويتش العادي. اول حاجة حجم الشاشة، سويتش العادي يجي ب 6.2 انش ونينتندو اولاد يجي ب 7 انش. الكاليتي تاع الشاشة بدلوها، هادي اولاد. الاسباس بدلوه، العادي يجي 32 جيجا وهذا يجي 64 جيجا. داروا تحسينات في سي بي يو وجي بي يو. الصوت تاني داروا له تحسين. الباتري زادوا لها في العمر تاعها. وستاند تاني بدلوه، على خاطر بزاف ناس ما عجبهمش الستاند الاول. وحدة التحكم جوي باد ثاني طوروا فيهم شوية. بالنسبة للبري تاعو، الانخفاض اللي انخفض بيه ما خفتش بزاف، انخفاض خفيف برك، شغل استقر مليح في البري. بالنسبة للبري تاعو شحال راهو يدير، تلقاهم 7 ملايين و600 حتى 8 ملايين، إذا لقيتو غالي كامل. ومن قبل كان يوصل حتى لتسع ملايين البري تاعو، 8 ملايين ونص، تسمى دروكا استقر شوية البري تاعو. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وفتكم به. كما قلت لكم اشتركوا في القناة كي نديرو جو فيديو، الانستغرام تلقى في الوصف، ابوني تلقى في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.